بس أنا وسهلا بكم في مع جراي سيبارة بغداد الجديدة. اليوم راح نشرح حركة سويب من وضع الكارد. الخصم راح ينهار، حاول يتخلص من الكارد. ايدي اليسار راح يكون على رجله، الرجل الثانية اليمين على الفخذ. بعد الفخذ هنا راح انهم احول رجلي اليمين بهاي الطريقة، رأسي راح يكون على فخذ الخصم، ايدي اليمين راح تكون رجلي، راح احاول رجلي راح ارجعها الى الوراء هنا احس بص راح اعيده، راح ينهض الخصم رجلي بهالطريقة ادفع راح اعيد بصورة اسرع النور مرة اخرى نهض الخصم مثل ما شفتوا حركة مؤثرة.